بسم الله الرحمن الرحيم، سعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير. دائما نكون في الموعد بهذا التوقيت، اكيد برنامج في الضحى، ان شاء الله يا رب تكونون انتم بعد في الموعد معنا. دائما نستمد منكم بالطاقه الايجابيه، نعطيكم المعلومات من خلال ضيوفنا وبعد فقراتنا المنوعه، ونتمنى يا رب تنال على رضاكم. صباح الخير يا عبد الرحمن. صباح الخير مشاعل، وايضا اكيد نصبح على الساده المشاهدين وكل من يتابعنا عبر شاشه تلفزيون قطر في برنامجكم اليومي في الضحى. مثل ما انتم متعودين علينا، مواضيع متعدده، ضيوف متعددين، فان شاء الله راح نجيكم بمواضيع اليوم نتكلم عنها بتستفيدون منها، وايضا الضيوف اللي راح يثرون حلقتنا لهذا اليوم. طبعا مشاعل، احنا في الصيف الواحد يجهز حق إجازة الصيف. نعم. سواء كان لا أو حق عياله طبعا. فش الترتيب، شو مرتبة، مجهزة شيء؟ احنا طبعا لأن في شغلنا في الضحى، فأكيد احنا ما راح نكون في فترة الصيف مع الناس المصيفين هذه السنة، والحمد لله أن ابتدى الحمد لله يعني الحياة ترجع لنا تدريجيا. يعني لو تشوف العام ما حد سافر، أول العام ما حد سافر، هالسنة الحمد لله ابتدوا الناس إن هم ياخذون التطعيم، وسم يعني الظروف سمحت لهم إن هم يسافرون، فنتمنى لهم إجازة صيفية سعيدة. والناس اللي ما سافروا أكيد في أشياء حلوة وايد في قطر عبد الرحمن، مثلا يعني عندنا أنشطة وفعاليات، بس يعني أكيد في الضحى هو كل يوم يقول لنا عن الفعاليات هذه ويزود المشاهدين. أكيد، ومن هالفعاليات طبعا الخاصة بالشباب والبنات اللي تكون دائما كل صيف موجودة، يعني أي صح، فالواحد يستفيد من الإجازة الصيفية، يروح يستفيد منها، يسوي أنشطة، برامج، أشياء ممكن أنه يستغلها، وفي النهاية تطلع له بناتج أنه مدى استفادة كبيرة. أكيد يعني عبد الرحمن، انا اعرف ناس لين راحوا يعني اجازتهم الصيفيه حتى في الويك اند خلاص يخططون له قبلها بفتره. تخطيط اهم شيء لانجاز العمل، ف ايش يسوون؟ حتى الساعه يفسخونها، يعني ما يحتاجون ان الوقت يهتمون فيه، لان احنا نهتم في الوقت في العمل، في المدرسه، في الاشياء اللي هي تكون مقدره بوقت. اما في الاجازه الصيفيه او في الويك اند احنا يعني احنا والله نقدر، ترى نقدر الوقت ونقول شلون مر الوقت في الاجازه. انت ما تحسين ان في الاجازه لما ما يكون عندك شيء الوقت يمر بسرعه؟ بسرعه. إيه، لكن لما يكون عندك شيء لا، الوقت يطول. صحيح. فهاي دليل ان الاجازه الواحد يستمتع فيها، يغير جو، يرتاح من ضغوط الحياه، من دوام، من المدرسه مثل حق الطلاب. فاشياء كثيره ممكن الواحد يسويها في الاجازه، ومنها ايضا حق الطلاب يجهزون حق تخصصاتهم، يفكرون شنو التخصصات اللي راح يختارونها. صحيح. في المستقبل في الجامعه مثلا. فاشياء كثيره تقدر تسويها في الاجازه غير السفر طبعا. نعم، تخطيط لكل شيء، لمراحل حياتك، لكل شيء المفروض تخطط له، واذا خططت اكيد راح تكون ناجح في عملك. يعني مثل ما انت ذكرت يا عبد الرحمن، ان الطالب المفروض يشوف انا شنو حاب، شنو ميولي، عشان أتخصص وعشان أفيد بلادي. بالمناسبة إحنا سؤالنا الأسبوعي كان إنه هل يعتمد الطالب في اختيار تخصصه الجامعي على أساس رغبته وميوله الشخصية أم على حسب الفرص وسوق العمل؟ وإحنا دائما ننتظر إجاباتكم مشاهدينا وردودكم على حسابات التواصل الاجتماعي لتلفزيون قطر، وأكيد راح نعلن عنها إن شاء الله في نهاية الأسبوع. حلو، طبعا يوم الخميس بنقرا اجاباتهم وبنشوف شنو الاجوبه اللي جاوبوا على السؤال. فايش رايك مشاعل ناخذ نصائح وارشادات عن استثمار واستغلال الاجازه الصيفيه؟ فخلونا نتابع هذه النصائح ونرجع نكمل باقي حديث.
طبعا كانت هذه نصائح شلون تستثمرون وقت الاجازه. اتمنى لكم اكيد اجازه سعيده يا رب، وترجعون لارض الوطن وكلكم حماس ونشاط لتاديه العمل ان شاء الله وممارسه يعني اليوم ايامكم السعيده ان شاء الله. ناخذكم الان اعزائي المشاهدين الى اخبارنا المحليه، واول خبر من جريده الوطن: انتهاء التطعيم بالوطني للمؤتمرات اليوم. أعلنت وزارة الصحة العامة أنه سيتم إغلاق مركز التطعيم داخل السيارات في منطقة الوكرة ومركز التطعيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات هذا الأسبوع. وكشفت الوزارة عبر تغريدة على حسابها الرسمي تويتر أن اليوم سيكون آخر يوم عمل في مركز التطعيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، فيما سيكون آخر أيام العمل في مركز التطعيم داخل السيارات في منطقة الوكرة غداً الأربعاء. يعني اللي ما تطعم قدامك اليوم وبكرة، اليوم بيكون في مركز المؤتمرات وبكرة بيكون في الوكرة. في الوكرة، فاللي ما أخذ التطعيم من هالوكرة يروح يأخذه من مركز السيارات عشان ما تروح عليه بعدين. ومن صحيفة لوسيل دراسة لحمد الطبية حول حماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا تنشر في مجلة دولية مرموقة. أجرت مؤسسة حمد الطبية دراسة حول حماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا كوفيد-19، نشرتها مجلة طبية دولية مرموقة. تقديراً لأهمية الدراسة، وقد أجرى الدراسة قسم العلاج الطبيعي للأورام والليمفوديما بمؤسسة حمد الطبية، حيث تم نشرها كمقال تحت عنوان استجابة إدارة العلاج الطبيعي لمرضى الليمفوديما خلال جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 في دولة قطر. دراسة استطلاعية، وذلك في مجلة إعادة التأهيل لمرضى الأورام، وهي المجلة الفصلية الرسمية لأكاديمية العلاج الطبيعي للأورام التابعة لجمعية العلاج الطبيعي الأمريكية. يعني نشوف هذا الإنجاز أن مثل هذه المقالات تعرض في مجلات مرموقة وكبيرة. نبارك لهم على هذا الإنجاز. أكيد نبارك لهم على هذا الإنجاز. وننتقل إلى جريدة الراية: انطلاق سلسلة عروض قبة الثريا اليوم. تقدم المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة اعتبارا من اليوم سلسلة عروض قبة الثريا الفلكية، وذلك في إطار برامج قبة الثريا الفلكية وعروضها التعليمية والترفيهية المتنوعة، والتي تتيح أمام الجمهور فرصة التعرف على علوم الفلك والفضاء بأسلوب تفاعلي جذاب يسهم في بناء القدرات التعليمية والإبداعية بطرق عصرية حديثة أكيد تواكب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا. هذه فرصة ترى حق اللي مو مسافر بعد ياخذ عياله ويوريهم الفلك ويوريهم الأنشطة اللي مقامة في كتارة. والحمد لله ابتدت الحياة ترجع لنا تدريجيا، الأول كنا مفتقدين هذه النعم، فإن شاء الله يا رب تنال على رضاكم واليهالي يتعلمون الأشياء الحلوة هذه. طبعا وقبة الثريا الفلكية من الأماكن الجميلة اللي زرتها، وأنا أنصح طبعا المشاهدين أنهم يروحون ويشوفون يستكشفون هذا المكان. ومن جريدة الشرق: جاليري الحوش يفتح أبوابه لأول مرة أمام الجمهور البريطاني. تشارك قطر في مهرجان الفن العربي المعاصر العاشر الافتراضي في العاصمة البريطانية لندن، والذي انطلق يوم 23 يونيو الجاري ويستمر حتى 17 من يوليو المقبل، وذلك عبر نقل عرض فني مصور من قلب جاليري الحوش بمشير. وتقدم المشاركة القطرية هذا العام لمحة عن التراث والفنون في قطر ومنطقة الخليج العربي بتقنيات تكنولوجية متطورة لأول مرة أمام الجمهور البريطاني. طبعا متعودين على مشيرب والمعارض اللي تصير في الحوش، معارض جميلة جدا مثل انعكاس، مثل الجاليريات اللي شفناها في السابق. يعني ما شاء الله بس بحد ذاته مشيرب اللي يروح هناك يوسع صدره من المباني الحلوة والأشياء العصرية، دامجين بين الشيء القديم والشيء الحديث، هاي بحد ذاته أصلا شيء جميل. أكيد. وإلى جريدة العرب هذا الخبر الطريف: مشجعة تسببت بكارثة في طواف فرنسا. تسببت مشجعة متهورة في سقوط العشرات من المشاركين
في اليوم الأول من طواف فرنسا للدرجات الهوائية رقم 108 السبت الماضي، وذلك قبل 45 كيلومترات في خط من خط النهاية. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أن المشجعة كانت ترفع لوحة تشجيع على جانب طريق الطواف، والتي مثل ما حسبوها الصحفيين كانت تحمل رسالة لجدها أمام الكاميرات، حتى اصطدم بها الدراج الألماني توني مارتن، ومن بعدها كلهم طاحوا. فهي كانت تبي توصل رسالة حق جدها، كان أسهل أن أنت توصلينا بالمسج أحسن ما تصير هذه الكارثة. يعني هذه من الفيديوهات الطريفة اللي انتشرت أمس أو خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هو خلنا نقول طريف ومحزن في نفس الوقت، أنه خربت على المشاركين كلهم. ما يندرى تعورة وتعورت هي ما يندرى. اللي تعور نقول الحمد لله السلامة وما تشوف شر. فعندنا الحين تقرير مشاعل عن شنو؟ احنا عندنا فقرة طبعا بعد هذا التقرير عن جائزة المؤسسات الصديقة للأسرة اللي فاز فيها معهد الدوحة للأسرة. نشوف هذا التقرير وبنرجع لاستضافة ضيفنا اللي معنا. حصل معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على أول جائزة للمؤسسات الصديقة للأسرة في المنطقة العربية لعام 2020 المقدمة من إدارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة في قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، وذلك لجهوده في النهوض بالمعرفة حول الأسرة العربية وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. الحياة الزوجية هو أيضاً مشروع، هو أيضاً تقارب اثنين، كل واحد جاي من ثقافة من جهة معينة. حتى وأنا دائماً أقولها، حتى في مجتمعاتنا لو كان وعيال عم، بس هذا تربى في بيت وهذا تربى في بيت آخر. وجائزة المؤسسات الصديقة للأسرة هي جائزة عربية تهدف إلى تشجيع المؤسسات المعنية بقضايا الأسرة في المنطقة العربية وتعزيز الوعي بدور الأسرة العربية، تجسيداً لدورها الهام في بناء وتماسك المجتمع. موضوع سن الزواج هو موضوع لا يوجد فيه معيار محدد نقول فيه يجب أن يكون سن الزواج هكذا أو هكذا، كل دولة لها ظروفها ونمو سكانها مختلف. وتعترف هذه الجائزة بالأدوار المهمة للمنظمات والمؤسسات التي تسلط الضوء على قضايا الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي، كما تهدف أيضاً إلى تشجيع المنظمات على التركيز على قضايا الأسر لتأكيد وحماية أدوارها باعتبارها اللبنات الأساسية لبناء واستدامة المجتمعات. حصل معهد الدوحة الدولي للأسرة على أول جائزة للمؤسسات الصديقة للأسرة في المنطقة العربية لعام 2020 المقدمة من إدارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة في قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وذلك لجهوده في النهوض بالمعرفة حول الأسرة العربية وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وللحديث أكثر عن هذه الجائزة وجهود المعهد تعزيز الأسرة العربية عبر تطوير أبحاث وسياسات متنوعة، يسعدنا أن نستضيف السيد خالد النعمة مدير إدارة سياسة الأسرة بمعهد الدوحة الدولي للأسرة. حياك الله معنا أستاذ خالد، ومبارك لكم أول شيء على هذا الإنجاز وهذه الجائزة. يا مرحبا ومسهلا يا عبد الرحمن، والله يبارك بحياتك إن شاء الله. ويا مرحبا ومسهلا يا مشاعر. حياك الله ومنورنا ومشرفنا أخوي خالد. يا مرحبا ومسهلا فيك. بداية أول شيء نبارك لك، طبعا نبارك لكم هذه الجائزة، وهي تعتبر أول جائزة تحصلون عليها. نعم. ف
شنو شعوركم؟ والله يعني هذه بمثابة يعني راية هي نفتخر فيها لأن هي تمثل فيها الدولة في هذه الجائزة، وبمثابة أيضا وضع النقاط مرة ثانية على الحروف، إن بحيث أن إحنا نأخذ بعين الاعتبار يعني كافة الأطر العلمية في تقديم مثلا الأبحاث العلمية اللي من شأنها تنهض بالدولة للحفاظ على الأسرة بشكل عام. نعم. بالأول بالأخير يعني هي بمثابة يعني إعادة تكليف أيضاً أن احنا نبدأ ننتبه على بعض الأمور اللي قاعدة تصير عندنا في المجتمع على الصعيد الدولي وأيضاً على الصعيد الداخلي، بحيث أن نقدم أفضل الممارسات العلمية. نعم. وتخلي أيضاً فريق العمل يتكاتف من أجل أيضاً الظهور بسياسات جديدة تكون متوافقة مع النظم والمقاييس العلمية المأخوذة بها يعني على الصعيد في الوطن العربي. حلو جميل. أستاذ خالد، يعني شنو هي المعايير مثلاً المطلوبة عشان للمشاركة مثلاً في هذه الجائزة؟ نعم. شنو هي المعايير، شنو البحوث أو الأشياء اللي قدمتوها عشان تأخذون هذه الجائزة؟ إحنا أول شيء يعني نشكر كل القائمين اللي ساعدونا على الحصول على هذه الجائزة. طبعاً كانت في إشادة كبيرة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، تم طبعاً التصويت على استحقاق هذه الجائزة من في الدورة العاشرة في المنعقدة سنة 2020 في المملكة الأردنية الهاشمية بالأردن. طبعاً جاءت هذه الجائزة بناء على تقديم أيضاً مشروعين كبار بحثيين على الصعيد الدولي والإقليمي. يعني المشروع الأول وهو مشروع تقييم حالة الزواج الخمس سنوات الأولى في الوطن العربي، وأعتقد أن هذا يمكن أحد أهم المشاريع المقدمة. نعم. مثل ما هو معروف وللأسف حين نقول هذا الكلام أن دائما تكون المشاكل تحتدم في السنوات الأولى من الزواج، وبذلك كان من المفروض علينا أن ندخل لتقييم حالة الزواج. أضف على ذلك أيضا المشروع اللي قدمناه وهو منهج أسرة إحنا نسميه، بحيث أنه يتوافق مع الاستدامة الأسرية والاجتماعية. تم الأخذ بعين الاعتبار أيضا المؤسسات العاملة لمدى 10 سنوات بالدولة، فكان من ضمنها معهد الدوحة الدولي للأسرة. أضف على ذلك أن معهد الدوحة الدولي للأسرة يتمتع أيضا بصفة يتمتع دوليا بصفة استشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، فهذه كل العوامل ساعدت للتقدم إلى هذه الجائزة. وإحنا بالأول بالأخير ما إحنا إلا ذراع نحاول أن نصعد يعني المعايير العلمية على مستوى الدولة، ونقدم أفضل الممارسات العلمية على الصعيد الداخلي وعلى صعيد الوطن العربي. حلو، الله يوفقكم إن شاء الله، ونتمنى لكم أكيد المزيد والمزيد من النجاحات، وتفيدون فيها المقبلين على الزواج وحتى المتزوجين إن شاء الله. أنتوا اخترتوا الخمس سنوات الأولى. نعم. هم يسمون اليوبيل الخشبي واليوبيل الفضي والذهبي. نعم. هذا أي يوبيل؟ والله هذا اليوبيل إن إحنا نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يرأب الصدع. يعني إحنا نعرف إنه يمكن يكون في ساعات احتدام خلاف، إحنا نجي من بيئة مختلفة. نعم. ولكن أيضا لما نجي على طابع إحنا لازم نعرف إن إحنا دورنا في معهد الدوحة الدولي لي يعني الأسرة، إحنا دورنا أيضا نقدم يعني دراسات علمية تبنى أو تستخلص منها يعني سياسات، بحيث نعم. إن إحنا نعدل من قوام الأسرة بما يتماشى مع العرف وأيضا الطابع المجتمعي، أضف على ذلك أيضا الطابع الديني. ولكن نعرف يعني مشاعل وعبد الرحمن لابد من الخلاف، والخلاف أمر صحي، ولكن لابد أن نوصل إلى مرحلة من مراحل التغاضي، تفهم الآخر وما إلى ذلك. نعم. إحنا دورنا مو استشاري نقدم نصيحة للمتخصمين، إحنا دورنا نقدم ممارسات علمية يتم استصدارها أو تقديمها لصناع القرار حتى يتم أخذ كثير من المعايير، لأن صناعة القرار أمر صعب جدا للغاية. من السهل جدا أن أنت تقدم حلول، ولكن هل هذه الحلول بنيت على أساس علمي متين تخلينا والله مثلا أن صانع القرار يكون متأكد أن فعلا في فائدة مرجوة من وراء؟ نعم. هذه الدراسة. نعم. وهذا يجي يعني دور القيادة أيضا الرشيدة بالدولة عندنا، دائما ما تحاول أن يعني تشرك المنظمات يعني المجتمعية في صناعة السياسات اللي ممكن أنها ترأب الصادع وتقلل من نسب الطلاق والاختلاف اللي موجود، اللي احنا نشوفها مو على قطر بس، ولكن على الوطن العربي بشكل عام. حلو أستاذ خالد، يعني لو نتكلم عن دور المعهد في تعزيز الأسرة العربية عبر تطوير أبحاث سياسات قائمة على أساس علمي، مشاركتها مع يعني صانعي السياسات. صحيح. احنا عبد الرحمن مثل ما تفضلت حضرتك في هذا السؤال مهم للغاية، احنا ناخذ كثير من المعايير العلمية على المستوى الدولي وايضا ناخذها على المحيط الداخلي. احنا لازم لما نتكلم عن وطن عربي ففي بعض الممارسات او بعض السياسات اللي قد تتماشى مع العرف الداخلي، فأفضل من هذا الأمر أن يعني نرجع إلى المربع الأول وهو تقديم
دراسة فيها تقييم لحالة الزواج في الوطن العربي للسنوات الخمس الأولى، ما كانت هذه الدراسة مبنية على أساس أن إحنا والله نفرض استنتاجاتنا العلمية، على العكس تماما كان الأخذ في المقاييس اللي صارت في الوطن العربي. كيف تم التعامل مع هذه المشكلة؟ كيف تنظرون إلى المشكلة؟ كيف يتم التعامل من خلال أيضا منظور مختلف؟ تعرف الطابع المجتمعي يختلف في اختلاف الأعراق المتواجدة، في اختلاف أيضا الجانب الثقافي العلمي للأسرة نفسها. فأيضا كل هذه أنت لابد تأخذها كمؤشرات indicators أن والله تعطيك أن فعلا أن هذا يستحق الآن تصنع عليه قرار، ولا تعيد النظر في سياسة أسرية معينة يعني بهالطريقة. أخوي خالد، أنت نوهت الحين خلال كلامك أن ان انتم ماخذين الوطن العربي وتسوون عليه ابحاث. نعم. الزواج تحديدا حاله الزواج خمس سنوات الاولى. نعم. طبعا مثل ما حضرتك ذكرت اللي يختلف من التعليم، من العادات والتقاليد. صحيح. طيب شنو النتيجه اللي توصلتوا لها؟ فاجاتكم النتيجه؟ والله احنا خلينا نقول احنا في المراحل المتقدمه الاولى، يعني خليني اضرب لك مثال اخر لتقريب الصوره. نعم. يعني عندنا واحد من اهم الابحاث اللي الان شغالين عليها في المعهد مع ايضا عدد كبير من الشراكات الاستراتيجيه على الصعيد الداخلي والخارجي، وهي بما يتعلق بالخصوبه. لما نجي نتكلم عن الخصوبه احنا ما نتكلم عن مشكله قد تكون بيولوجيه في احد الزوجين بحيث ان تمنعه من الانجاب، ولكن نتكلم عن المعامل الديمغرافي. شنو اللي سبب خلى هذا المعامل الديمغرافي او عفوا التركيب السكانيه تكون متضائله ولا قصيره نوعا ما؟ فاكيد في مثلا ناخذ بعين الاعتبار البطاله ان كانت موجوده، مثلا الجهل، الاكسبكتيشن او التوقعات العاليه. صرنا احنا طبعا الكلام مو مشمول على قطر، ولكن اتكلم عن كثير من المؤشرات. نعم. في الوطن العربي. نعم. فلما اجي اقول اشوف انه والله في هناك مثلا في الوطن العربي عندهم مشكله البطاله، ولكن عندنا احنا مشكله سقف التوقعات وفي سوشيال ستاتس معين نبي نحافظ عليه. فهنا تجي المرحله الثانيه وهي اللي احنا نسميها المناصره، وكثير من الاحيان ايضا حتى تشوفون هذه الكلمه تتناقل عندنا في المعهد، وايضا يمكن الدكتوره الشريفه تشير من حين الى اخر. المناصره معناتها نبغي دوركم انتم كاعلاميين ودور ايضا المؤسسات العامله بالدوله تساعدونا، هذه الرساله نوصلها ان ما في مشكله من يعني تسهيل معرقلات الزواج وتقليل خطورة مثلا عدم الإنجاب أو تقليل التركيبة السكانية. إحنا نعرف تجربة الصين في تحديد يعني النسل، ونعرف أيضا تجارب الدول الثانية، ولكن جاءت أيضا فلسفة هنغاريا في تعزيز مثلا معدل الخصوبة أو رفع من التركيبة السكانية، أعطت إنسنتيف أن محفزات، ما أتكلم عن محفزات مالية، أتكلم عن أن جاءت بمسألة القروض أن بحيث أن تؤخر الانستولمنت القروض إلى فترة معينة بحيث أن شافوا أنهم فعلا تزيد عندهم معدلات الإنجاب. طبعا كل دولة لها خاصيتها. فهذه واحدة من الأشياء اللي هي تعطينا مؤشرات لأخذ بالاعتبار يعني كثير من السياسات اللي نرفعها لصناع القرار. جميل. أستاذ خالد، يعني في مراكز الاستشارات العائلية مثلا يعني يحلون المشاكل بين الزوجين مثلا، يا طلاق يا انه يكملون مع بعض، فنبي ندور معهد الدوحه الدولي للاسره شنو؟ نعم، هذا السؤال مهم جدا، ويمكن احنا نستغل ايضا تواجدنا في الاعلام او الظهور الاعلامي. احنا دورنا احنا نقول حق جماعه الخير، يا جماعه الخير احنا دورنا ما نقدم دورات او نقدم مثلا ورش، احنا دورنا نقعد مع الناس المختصين صناع القرار، نقعد مع اصحاب الخبرات مثلا الناس اللي عندهم مؤلفات علمية كبيرة، كيف تم التعامل مع هذه المشكلة في هذه الدولة على وجه الخصوص، ناخذها ندرسها ونقدمها كموجز سياسات. نعم. نقدمها لصانع القرار ونعطيهم التجربة كيف تم تطبيق الآلية، بحيث أنه يكون في تعاون مشترك مع الجهات اللي تكون مسؤولة. نعم. يمكن يكون جواب مقتضب أو قصير على الكلام اللي تفضلت فيه، أن نقدم إحنا يعني تجربة مثلا قام فيها وفاق، وأيضا أحد الدكاترة المرموقين عندنا في جامعة قطر يعكف على هذه الدراسة، وبالإضافة أيضا على دراسة حالية إحنا نقوم بها، بحيث أن نقدم اللي هي مهارات، نقول مهارات زوجية للمقبلين على الزواج. إحنا دورنا مو نقدم هذه الورشة، ولكن إحنا نقدم كيف يتم تطبيقها، كيف هو الأطر العلمي والقانوني لهذه الورشة لصانع القرار أو حتى السيرفيس بروفايدر، بحيث أنه يأخذ كل هذه المتغيرات في صناعة القرار اللي يبغي يقدم. جميل. إحنا دائما في برنامج في ضحى نسلط الضوء على الأسرة وأهمية الأسرة. نعم. بالأمس كان معنا مركز وفاق، وكنا نتكلم عن المشاكل ممكن تحدث بين الزوجين وشون حلها. نعم. من خلال دورات، حتى كان معاهم الدكتور جاسم المطوع. نعم. فهم دائما يسوون دورات. صحيح. بالإضافة لحضراتكم احنا بعد نسلط الضوء عليكم اليوم. وعلى جهودكم أكيد في لبنة الأسرة اللي هي أهم شيء
لأي دولة. صحيح. الأسرة هي مهمة طبعا، التنمية المستدامة. نعم. نعم. فأنتوا أكيد عشان تسوون هذا البحث على الوطن العربي أخوي خالد سويتوا سيرفي أو مسح استبيان. نعم استبيان. نعم. فلو تقول لي بمن أنتوا يعني كنتوا متعاونين، هل مع وفاق، هل مع نعم. أسر، هل مع رجال دين، يعني نعم. لو تقولي من وين كانت يعني معنا. خليني أقول لك أول شيء في صياغة الأسئلة، إحنا دائما نعتمد أول شيء يسمونها على reference population، إن كيف تم وضع الأسئلة في أماكن معينة بما يتناسب مع المشكلة اللي نبغي نقيسها ونطلع منها المخرجات. نعم. الدول اللي شاركت طبعا عن طريق جامعة الدول العربية مشكورة بالأعضاء اللي كانوا متبنين لهذه الفلسفة في الدراسة، كانت لهم مشاركة كبيرة من حيث أيضا توزيع الاستبيان للدول اللي كانت مساهمة في هذا الاستبيان. أقصي على ذلك أيضا في صناعة الاستبيان تحس يعني لابد يكون فيها مثلا إطار علمي ومعرفي، بحيث أن ما يتوافق معنا هنا في قطر قد لا يتوافق مع دولة أخرى طبعاً. في احتياجاتها، في اختلاف الاحتياجات. فإحنا نفس ما نقول أول شيء نبدأ نصنع الداتابيس اللي موجودة عندنا ونجي بمخرجات بما يتوافق مع الوطن العربي. إذن كل دولة تختلف لها خصوصيتها. نعم. نعم. ولكن الكل راح يحل يعني الكل طبعا يملي هذه الاستبانة مثل ما تفضلت، بحيث أن احنا نقدر نبدأ عمليات الإحصاء أو حتى التقييس. نعم. المعرفي والعلمي. نعم ممتاز. نعم. حلو. طيب أستاذ خالد، يعني شنو اللي تطمحون له أنتم من خلال المعهد، شنو الهدف اللي تبون توصلون له يعني؟ نعم والله شوف، احنا طال عمرك احنا بالأول بالأخير خلني أقولها يعني بلغة قريبة إلى القلب، احنا هدفنا للغاية إنساني. فريق يمكن يكون فريق مو كبير ولكن يمكن يكون تأثيره وهمه إنساني كبير. قد تكون هنالك في اختلاف لوجهات النظر، ولكن كلنا ننظر بمنظور إنساني لحل المشكلة. احنا نشوف المشكلة يمكن قبل تظهر نحاول ان نقلل من حدوثها او نرفع بتوصية معينة، بحيث ان نعزز من وجود مثلا الطفل او المرأة او حمايتهم من اي مشكلة قد تصادفهم. عندنا مشروع يمكن يكون كبير الان قاعدين نشتغل عليه، ولكن سوف يرى انه رحنا نتكلم عن دراسة تبنى عليها سياسة. فاحنا نتبنى ايضا وجهة اللي هي القوانين الصديقة للأسرة، فقس على ذلك مثلا العمل عن بعد او العمل المرن، او ايضا حتى توفير أماكن للمرضعات، وأيضا توفير بعض المرونة المهنية لأصحاب العمل وخصوصا عفوا للنساء. ليش احنا نتكلم عن المرأة نصف المجتمع، والدولة الحمد لله رب العالمين نظرت لها بمنظور شامل وكامل ولها حقوق وواجبات، وأيضا نعم. علينا احنا أيضا ان نتماشى مع هذا الشيء على المرأة والطفل. نعم. وأيضا الأسرة ككل. نعم. نعم. أخي خالد، تقيمون حالة الزواج الخمس سنوات الأولى. نعم. هل قيمتوا أثناء كورونا؟ هذا السؤال يروح ويرد علي تندش السلع لغاية في نفسي يعقوب. أنا كنت بعرف عن كورونا. نعم. تحديدا لأن حصلت مشاكل. صحيح. كثيرة خصوصا أنه تواجد. نعم. الأسرة باستمرار في البيت. الرجل دائما يحب أنه يطلع، يحب أنه يروح المجلس. صحيح. فاصدرت قوانين أنها يعني الاحترازية. نعم. أنك الواحد يقعد في بيته. والكل أطاع هذا القانون. فأكيد صارت مشاكل، وأنت حين بتقول لنا إذا صارت مشاكل في السنوات الخمس الأولى من الزواج. نعم. ولا لا؟ والله خليني أقول لك إن الأمر يمكن يكون غريب نوعا ما، يعني إحنا ما نعتبر نفسنا من المنظرين، ولكن إحنا نتكلم بمقياس علمي. في دراسة خليني أتكلم عن دراسة اللي صارت لليافعين، تم يعني عمل هذه الدراسة في بداية أزمة كورونا وأيضا في أثناء أزمة كورونا. طبعا الفريق القائم مشكور على قيادة هذا المشروع الجبار، أنه بيّن لنا أيضا في التحليل الاستطلاع اللي هو يسمونه descriptive analysis، بيّن لنا أيضا عدد الناس اللي كانوا متواجدين من سواء قضاء المدة الزمنية أو عفوا قضاء الوقت مع الوالدين، أو أيضا توافر أو وجود الرضا التام عن تواجد الأب في الأسرة ولا لا. فشفنا أيضا أن هذه البيانات كانت مؤشر، ما نبي نقول مؤشر خطير، ولكن إحنا كنا نسوي استطلاع. المؤشر الثاني اللي جاء في المرحلة الثانية عندما تم إعادة هذا الشيء، شفنا أن في تناقص عند بعض المؤشرات، مما يعطي دليل ما نبغي نقول دامغ، ولكن كمرحلة أولية معناته أن الوضع قد يكون مختلف عندنا هنا في قطر. أن الناس يوم جلست مع بعض في زبدة الموضوع صار في استشعار للمسؤولية بأهمية هذا الوقت الزمني الواحد يقضيه مع أهله. ولكن الخلافات هل كانت موجودة؟ نعم هي موجودة حال حال كل الأسر اللي موجودة بالعالم. نعم. ولكن هل نقول أن الخلافات الأسرية عندنا هنا في قطر فينومنا أو ظاهرة؟ هذا الكلام خارج عن الصحة. إحنا ما عندنا مؤشرات كبيرة تدل على وجود مشكلة بسبب يمكن اللي هي وجود الأسر الممتدة، الأب، الجد، الجدة وما إلى ذلك،
وايضا عندنا يمكن الوازع الديني، ولكن لا يفهم من كلامي ان احنا نعيش في يعني مكان خارج عن الكل، لا، في استثناءات، واحنا دورنا ننظر الى الشكل بشكل عام ونقدم الحلول والحلول البديله. حلو حلو. نعم. انا يعني وقت كورونا انا احس ان في عائلات مثلا زادت تماسكهم في وقت الكورونا. نعم. يعني بنرجع نتكلم عن الجائزه، شنو هي النقاط اللي قوت الملف عشان تاخذون هذه الجائزه؟ نعم، اول شيء هو كان النظر الى الجائزه باكثر من زاويه مختلفه، يعني تقدمت الدوله مشكوره عن طريق وزارة التنمية الإدارية لمعهد الدوحة الدولي بالمشاركة بهذه الجائزة. هم كانوا ينظرون إلى من هي المنظمات اللي تعمل لمدة 10 سنوات، من هي المنظمات اللي كانت لها إسهامات داخلية وأيضا على المستوى الإقليمي أو الدولي، من هي المنظمات اللي سعت في استصلاح سياسات تكون تعالج الاختلافات البينية في الأسرة نفسها. ايضا يعني يمكن اعتقد اللي قوى الملف ايضا الوجود الفعال لمعهد الدوحه الدولي على الصعيد يمكن العالم، على الصعيد عفوا الاقليمي، بحيث ان المشاركات الفعاله مع منظمات العمل الانساني، الامم المتحده، ايضا وجودها كصفه استشاريه، وجود المعهد كصفه استشاريه، هذا عزز من يعني قوه الملف. واضف على ذلك اللي احنا تكلمنا عنه المشروعين الكبار، وهو اللي يهم طبعا مشاعل، وهو قياس حاله الزواج في الوطن العربي في 5 سنوات الاولى، وايضا مشروع اللي هو الايدكيشن الكريكولم حق اولياء الامور. جميل. احنا انا والله يعني بستغل هذا الموقف ان او عفوا وجودنا هنا ان نتمنى ان الناس تكون متابعه لي يعني حساب معهد الدوحه الدولي على الانستغرام دي في. انا اتمنى هذا الشيء، ليش؟ ان احنا نسوي استبانه، فوجودكم ايضا مهم جدا ان تدخلون وتملون هذه الاستمارات اللي موجوده عندنا حتى يكون عندنا قياس فعلي لكل اشياء اللي نقدمها من ناحيه أكيد علميه، يعني بهالطريقه. كل التوفيق لكم اخوي خالد النعمه، مدير اداره سياسه الاسره بمعهد الدوحه للاسره، كل التوفيق لكم، وان شاء الله يا رب يكلل عملكم دائما بالنجاح لخدمه الاسره القطريه خاصه والاسر العربيه في الوطن العربي. اللهم امين. كل الشكر لك. شكرا لله. يعطيك العافيه استاذ خالد. مشاعل، طبعا ايش عندنا الحين عندنا بريك، بما ان صيف وهالشكل، فاكيد والحديقه الحلوه هذه الغناء اللي ورانا، فاكيد ما تكمل الا بالعطورات، وخصوصا ان العطورات تختلف فصل الصيف عن فصل الشتاء، احنا بنشوف هالشيء بس بعد الفاصل. يا مرحبا بكم مشاهدينا مرة ثانية، من بعد هذا الفاصل رجعنا لكم نستكمل باقي فقراتنا من برنامجكم اليومي في الضحي. طبعا قبل الفاصل زميلتي مشاعل قالت شيء عن العطور، عطيتكم لغز هالشكل عشان تحضرون تعرفون شنو نتكلم عن ايش يعني. يعني دام ان يفتي طاري العطور الحين الصيف، وفي ناس وايد يحبون العطور، منها الصيفية منها الشتوية منها الروائح الباردة، فشو تفضلين انت؟ أنا والله شوف، أنا أحب العطورات كلها، يعني وايد 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 أحب العطورات. العطر كذي يعطي بهجة، ويعطي ينقلك شيء المود، يغير مودك، خصوصا الناس النفسية اللي مو مسافرين يغيرون مودهم بالعطورات. يعني رش العطر ويحس إنه بالأجواء الاستوائية على طول على طول. فالعطورات تختلف يعني. أكيد أكيد. فخلونا نشوف هذا التقرير متابعينا عن العطور، وبعدها نرجع نستكمل باقي فقراتنا. مرحبا فيكم، اول شيء عندي في البيت، ويا اهلا وسهلا فيكم، معاكم اختكم امينه المنصوري من المشاريع القطريه المنزليه. مشروعي انا بديت الحمد لله بعد الجامعه، كنت اسوي اطياب في البيت وحق الاهل، وكان الاهل والجماعه والاصدقاء كانوا يشجعوني على هالشيء هذا، وانا كنت احب العطورات صراحه، كان العطر عندي شغف كبير.
بعد ما خلصت التعليم وخذيت التقاعد، فبديت بجد يعني استمر في هذا الشغله هذه، وقمت اسوي الاطياب والبخور في البيت اسويه، واطيب العود كامل واسوي الخلطات. تركيب العود لازم يكون العود عالي الجوده، ما يكون رخيص ما في ريحه. الانواع العود الحين في كمبودي، في المروكي، عندك الهندي، عندك السيوفي، كل انواع. ممكن تاخذ لست البيت العود ربع توله تحط عليه اللي هو العنبر الاسود الجامد مع دهن الورد، هذا يسوونه على بخار حار، بعدين نخلطه مع العود، بعدين نحط الاطياب اللي هو صندل، وعندنا العنبر، وعندنا دهن العود، الاطياب الممتازه هذه، ونخمرها نخليها فتره طويله، بعدين ان شاء الله شوفت ريحتها شلون تكون. يعني انت لو تحب اي عطر عندك محبب لك تقول لي والله يا مسعود انا بهذا العطر، فاجيبه واسوي لك اياه في البيت. وما شاء الله العطرات تمشي، يعني في قطر حلوه واجد يحبونها البنات والاعراس والمناسبات الحلوه. بعد العطرات ما وقفت، كان يعني عندي بعد مشروع اللي هو مشروع الدلال، اسوي دلال حلوه. الدلة لازم تكون ألمانية الصنع عشان ما تبرد أول حاجة، ثانيا لازم تكون الدلة نظيفة في العمل، ولازم تكون الرسمة منسقة عشان لما يجذب الجمهور والمشاهد، لما المشاهد يشتريها ولا شيء تكون حلوة وجميلة. فبعدين قلت بعد خلصنا من الدلال والمداخن، قمت أسوي شنو اللي هو قمت أروح حق الخياطة. بعد الخياطة يعني حلوة وجميلة، والخياطة تعطي صبر حق الإنسان، يعني كل ما يبدع الإنسان في خياط، أسوي خياط جلابيات حق البنات حق الحريم يعني بكل الألوان، قمت أبدع في الموديل. الديزاينات أنا أسويها من نفسي، من مزاجي أسوي كل الديزاينات، بعدين أبدأ أخيط. عندي مكاين خاصة شارية، عندي كل البكرات، عندي الأجهزة، عندي الأشياء اللي أحتاج لها في مشروعي اللي هو الخياطة، عشان تطلع القلبية أو الفستان اللي أسويه بصورة جميلة جداً جداً. أشارك أنا في المعارض ككل، في الدوحة أشارك فيها كلها، وإن شاء الله على بعد 7 أو شهر 8 إن شاء الله بعد تنفتح إن شاء الله الدنيا يصير حلوة، ونجيب إن شاء الله البضاعة الحلوة الجميلة للكل يذهب يعني إنه يشوف البضاعة هذه ويحبها. ونتمنى إن شاء الله التوفيق من الله سبحانه وتعالى على هاي إن شاء الله، وتفك أزمة كورونا. إحنا عندنا إنتاج، شرينا الأغراض، شرينا الأشياء، جهزنا، لكن نبي دعم خاص من أصحاب المعارض، من الشركة. شركات عندنا ما شاء الله في الدوحة تدعم الأسر المنتجة اللي تحتاج دعم قوي يعني عشان تمشي. كل واحدة ست ربة بيت عندها مشروع تقدر تشتغل فيه تطلع، ما يبي لها خجل ولا استحياء، لأن هذا بينفعها أول هي وبينفع بلادها، وهذا الإنتاج المحلي اللي قاعدة تطلعه هي بيطلب يرفع مستواها في كل الحالات. ونتمنى من الجميع إن شاء الله التوفيق والنجاح. حياكم الله مشاهدينا وكل من انضم لبرنامج في ضحى. فقرتنا هذه أكيد مهمة، تتنوع أشكال الحمية اللي يتبعها العديد من الأشخاص، منهم اللي يقتصر على سعرات حرارية محدودة خلال اليوم، ومنهم من يقيد أوقات الأكل بساعات محدودة، في حين يتمتع البعض الآخر بالأكل في الليل، وهالشيء احنا بنعرفه أكيد من خلال
استضافتنا لأخصائية التغذية العلاجية حنان السعيد. سعد الله مساك بكل خير ومشرفتنا في ضحى. يسعد مساك يا حبيبي. حياك الله معانا، سعيدين اكيد بتواجدك، والمعلومات الاكيد اللي بتعطينا اياها راح تكون غنيه. طبعا في البدايه نبي نتكلم عن الحميه، نبي نشوف الاشخاص. في ناس مثلا كل واحد يغير طريقه اكله، كل واحد يتبع طريقه يقراها مثلا في الانترنت، فشين هي الطريقه المثلى عشان انا انزل وزني؟ هل بالاكل والرياضه ولا الاكل بروحه له دور؟ فكلمينا بشكل عام. أهلا وسهلا فيكم. اليوم راح نتكلم بشكل مبسط وسريع عن الحميات الغذائية اللي بتداولوها هلأ في السوشيال ميديا. نعم. والناس مع بعضهم يعني، وكل واحد بيحكي أنا جربت هذا لازم تجربه، أنا ضعفت كم 10 كيلو 15 كيلو على هاي الحمية. هو باختصار كل الحميات الغذائية الكونسبت تبعها واحد، إنك تاكل أكل صحي زائد انه تاخذ السعرات الحراريه اللي بتناسبك. زائد الرياضه طبعا. فهيك احنا بنكون قسمنا يومنا بشكل صح، يعني شكل صحيح من خلاله بنقدر ننزل بالوزن. نعم. اختي حنان، في ناس وايد شو يسوون؟ يستسهلون الموضوع. يعني انت حضرتك ذكرتي انه ممكن اخذ الدايت هذه من صديقتي، يعني انا نزلت على الكيتو مثلا فانت سوي مثلي، وهذا الشيء مثل ما تفضلتي انه ما يصير. صحيح. انزين، في ناس الحين لا، يسوون شيء اكثر، انه تروح الصيدليه وتقول له عطني ابر عشان انزل وزني، والصيدليه توفر لها هالشيء، فهل هالشيء صحيح ولا لا؟ هلا هذا الشيء اكيد مش صحيح، ما في شيء بيصير بدون استشاره طبيه. احنا كاخصائيين تغذيه ما بنصرف هاي الابر، لانه بنفضل انه نمشيهم على نظام يناسبهم. نعم. لانه هاي الابر اذا تركناها راح ورجعنا لعاداتنا الغذائيه الغير صحيه. نعم. راح نرجع نزيد في الوزن. نعم. طبعا احنا في فتره الصيف الحين والعالم اجازه، فممكن ان اغلب الطلعات راح تكون مطاعم كافيات، فشلون انا احافظ على وزني خلال يعني، وشلون اعرف شنو كم الكالوريز اللي انا احتاجها بالضبط عشان ما اكثر ولا انقص؟ تمام. هلا بالنسبه للكالوريز هاي لازم تكون محسوبه، كل شخص على حسب احتياجه. اوكي، لازم كل شخص يراجع مع اخصائي التغذيه ويسالهم يعني على كيف كم سعره حراريه بتناسبك. اما بالنسبه للطلعات وتقسيم الوجبات، هلا بالعاده احنا بنقسم وجباتنا لثلاث وجبات رئيسيه ووجبات خفيفه بالنص، وجبتين الى ثلاث سناك. بالنسبه للوجبات الرئيسيه مثلا في وجبه الفطور ممكن الصحن الماي بليت يتقسم الى اربع اقسام، ربع منه بيكون نشويات، اما خبز في وجبه الفطور أو شوفان، والربع الثاني راح يكون عبارة عن بروتين، بيض أو أي نوع بروتين مثلا، والنص الثاني فول، حمص، كله بيحتوي على بروتين كمان. النص الثاني حيكون عبارة عن خضروات مثل الصورة اللي احنا قاعدين نشوفها. صحيح. نعم. أختي حنان، حضرتك الحين أعطيتينا طبق الفطور. الفطور تمام. انزين، بعدها بساعتين ثلاثه حتجوعي، بدك تشربي كاسه قهوه مع بدون سكر طبعا، بدون سكر مع مثلا فاكهه. هاي اخذنا وجبتنا. بعدها بساعتين ثلاثه اجى وقت الغداء، بدك تتغدي، صحنك برضه كله منقسمه الى اربعه، نص خضار، ربع نشويات، وربع بروتين. يعني ما يستغنون عن النشويات؟ لا، ما بنستغني عن النشويات. أبدا. يفضل. طيب. النشويات دائما بحجم قبضة اليد بتكون، والبروتين بحجم كف اليد. جميل. وبعدها طبعا وبعدها بساعتين ثلاثه كمان مره ثانيه سناك، راح تكون برضه فاكهه، ممكن ناخذ زبادي، ممكن ناخذ كمشه مكسرات نيه، جوز، لوز، ما في اي مشكله. وبعدها بساعتين ثلاثه بيجي وقت وجبه العشاء، الوجبه الرئيسيه للناس كلها. هي مش وجبه رئيسيه. شنو المفروض تكون يعني؟ هي لازم يعني احنا محسوبه كلها بالسعرات يعني، بس انا عم بحكي عامه. فلما تيجي برضه تقسم صحنك نفس وجبه الغداء، بس اذا انت بدك تاخذ رز، بدك تاخذ خبز، يعني خبز
الرز يفضل يكون قليل بالدهون، يعني احنا واحنا طابخينه نقلل الدهون فيه طبعا. برضه ربع الصحن يا اما رز يا اما خبز نص رغيف او اثنين سلايس توست مع جبنه لبنه بيض وصحن سلطه مثلا، او ممكن يعتمدوا صحن سلطه من الناس بتخفف اكلها، ممكن تاخذ صحن سلطه وعليه دجاج، قطعه دجاج، قطعه من اللحم، بيض، وهكذا. طيب بالنسبه للمشروبات، يعني شنو المشروبات المناسبه مع الحميه؟ اكيد مو بالغازيه بس شنو اللي المهيتو المهيتو اوكي لا هلا اي شيء فيه سكر احنا ما بننصح فيه، فهي هاي المشروبات عموما حتى لو فاكهه هي مليانه سكر، احنا بناخذ من الفاكهه بس المي والسكر تبعها، نعم، وبنترك الفوائد اللي هي الالياف، صحيح، مثل لما نعصر البرتقال، نعم، راح نعصر 3 برتقالات عشان نعمل كوباية، صحيح، اما صح. انا ممكن اكل برتقاله واحده، صحيح، فاحنا بنستبدل كل العصاير بالفاكهه نفسها، نعم، الا اذا كان المشروبات حليب او لبن او مي، اي هاي اللي بننصح فيها، غير والشاي والقهوه عادي، القهوه والشاي عادي، ها بدون سكر، والكرك بما ان احنا يعني نحب الكرك، الكرك هذا على جنب. الكرك فيه سعرات حراريه مرتفعه عاليه جدا، لانه هو معمول بالحليب الرم، الحليب المكثف يعني، نعم، فاحنا ما بننصح فيه هذا الحليب الا اذا عملته بحليب فريش، اي او قليل الدسم، او قليل الدسم، انزين. والله يعني جزاك الله خير، اعطيتينا هالشكل 3 وجبات حق المهتمين اكيد بالصحه وبتغيير اللايف ستايل حقهم الغذائي. انزين الحين الوحده قاعده تسمعنا وقالت خلاص انا ببتدي دايت، ما راح اخذ من صديقتي، ما راح اخذ ابر اخذها من الصيدليه، اي لا من الصيدليه، الحين انا ايش بسوي؟ بروح المركز الصحي، المركز الصحي موفر هذه الخدمه للجميع، صحيح، فباستطاعتهم اختي حنان شو يسوون؟ اكيد بس بروح على المركز الصحي وبطلب موعد مع اخصائي التغذيه بيوفروا له اياه، او بتصل ب 107 ومن بوفروا له هن موعد قريب، حتى الرياضه صح، بعد الرياضه متوفر كمان في بعض المراكز الجديده مدرب رياضه، يعني وايد في سباحه وفي وايد موفر كل شيء، وايد جميل، يعني الواحد يروح المركز الصحي ناقص الاراده بس. ايوه بالضبط، هي الاراده هي المصيبه اصلا، هي اللي تخلي الواحد يقول بابدا يوم السبت، لكن السبت من ما اول ما يناير على سيره الناس اللي بياخذوا الدايت من صحباتهم، كثير ناس هلا ترند طالع الصيام المتقطع، هاي بتكلم في ايه؟ انا كنت مجهز سؤال حق الصيام المتقطع، فكلمينا عنه دم هلا. هو الصيام المتقطع او الصيام الليلي في انواع كثير من الصيام يعني، بس هم فكرتهم انكم تصوموا مثلا عدد معين من الساعات، نحكي مثلا 16 ساعه بنصوم و8 ساعات بنفطر، بهاي ال 16 ساعة ممكن بس تشرب شاي، قهوة، سوائل بدون سعرات حرارية، يعني بدون حليب وبدون سكر كمان. حليب حتى لو كان قليل الدسم؟ لا، هو هذا الصيام يعني أنت صايمة تعتبر، يعني ما بدك تدخلي على جسمك سعرات. أوكي، وبعدها؟ وبعدها بيجي الثمان ساعات. أي. مثلا الصيام الليلي هو بيعتمد على أنه تصومي من بعد المغرب للفجر. الصيام المتقطع انت بتختاري اي عدد ساعات بدك تفطري فيها او تاكلي فيها اللي بتناسبك، مثلا انا بدي ابلش اكل الساعه 12 بوقف اكل الساعه 7 بالليل. حلو. وناكل اللي نبي؟ لا 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 هذا اللي ما بينفع معهم الصيام المتقطع، اللي هن راح يخربوا كل صيامهم على الفاضي، لانه بالاخر اخذتي سعرات اكثر من اللي انت بتحتاجيها. زين في شغله انا اشوفها بين الناس يعني اللي يتابعون حميه بشكل سريع، يصوم مثلا مضبط جدول الاكل طول الاسبوع، لكن في يوم عنده يوم مفتوح ياكل كل شيء، فهل هذا صحيح ولا هلا احنا ممكن يعني عشان يغير وما يزهق المريض بسرعه من اتباعه للنظام الغذائي، احنا ممكن نعطيه وجبه واحده فري في هذا اليوم، يعني مش يوم كامل مفتوح، مش يوم وجبه واحده مفتوحه، نتمنى هو يختار الشيء اللي هو بحبه يعني. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه اخصائيه تغذيه علاجيه حنان سعيد، كل الشكر لك. يعطيك العافيه، نتمنى مشاهدينا بعد استفادوا من هذه الفقره وما يكثرون في الاكل، استغلوا وقتكم في الدايت والاكل الصحي، فان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده بكره، مع السلامه. استودعكم الله.